وفاة زوجة الرئيس اليمني السابق إبراهيم الحمدي. قيادة الجيش تحسم موقفها بشأن وقف القتال. مواجهة نظرية جنوب مأرب والجيش يعلن إفشال هجوم حوثي. تعالت الأصوات العربية والدولية المطالبة برد حازم على رفض المتمردين الحوثيين المتواصل لجهود السلام وإنهاء الحرب في اليمن. وفاة زوجة الرئيس اليمني السابق إبراهيم الحمدي. توفيت مساء اليوم الخميس زوجة الرئيس اليمني السابق إبراهيم محمد الحمدي بعد أن قضت 43 عاما وهي أرملة رافضة للزواج بعد اغتياله في العاصمة اليمنية صنعاء عام 1977. وقالت مصادر مقربة أن زوجة الرئيس اليمني السابق إبراهيم الحمدي توفيت مساء اليوم عن عمر ناهز 78 عاما وهي أم لكل من محمد إبراهيم الحمدي ونشوان إبراهيم الحمدي وذي يزن إبراهيم الحمدي. وأكدت المصادر أن زوجة الرئيس الحمدي وهي أم نشوان ابنة عمة حميد الحمدي وشقيقة العميد محمد حميد الحمدي والأستاذ خالد حميد الحمدي اغتيل زوجها الرئيس إبراهيم الحمدي في صنعاء وعمرها 35 عاما ورفضت الزواج بعده وعاشت حياتها في تربية أبنائها والعيش معهم حتى وفاها الأجل. قيادة الجيش تحسم موقفها بشأن وقف القتال. أعلنت قيادة الجيش الوطني موقفها من دعوة مجلس التعاون الخليجي لوقف العمليات القتالية في اليمن. وأكد بيان مقتضب نشره رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير حمود عزيز على حسابه في تويتر اليوم الخميس التزام قوات الشرعية بالدعوة التي وجهها مجلس التعاون الخليجي بوقف العمليات القتالية في الداخل اليمني. وقال رئيس الأركان أن توجيهات قيادة الدولة تؤكد على أن قواتنا المسلحة وكل الشرفاء من رجال القبائل والمقاومة ملتزمون بدعوة الإشقاء في مجلس التعاون الخليجي بوقف العمليات القتالية. وأضاف رغم علمنا من خلال تجربة طويلة أن ميليشيات إيران الإرهابية المسعورة لن تلتزم بأي عهد ودعوة سلام لأن ذلك يؤثر على وجودها وبقائها. ويوم الثلاثاء أعلن التحالف دعم الشرعية في اليمن وقف العمليات العسكرية في الداخل اليمني اعتبارا من صباح يوم الأربعاء. وأشار التحالف إلى أن الإعلان يأتي بناء على دعوة أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج والتي ناشد فيها التحالف والأطراف اليمنية بوقف العمليات العسكرية بالتزامن مع المشاورات مؤكدا أنه سيلتزم بوقف إطلاق النار وسيتخذ كافة الخطوات لتهيئة الظروف المناسبة خلال شهر رمضان المبارك لصنع السلام. مواجهة نظرية جنوب مأرب والجيش يعلن إفشال هجوم حوثي. دارت مواجهة عسكرية عنيفة بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة الحوثي قبل قليل في جنوب محافظة مأرب. ونقلت وكالة سبأ الناطق باسم الحكومة الشرعية عن مصدر عسكري أن القوات الحكومية صدت هجوما كبيرا شنته جماعة الحوثي لاستعادة مواقع عسكرية سيطرت عليها القوات الحكومية. وقال المصدر العسكري أن القوات الحكومية صدت الهجوم الحوثي وأسرت مسلحين من جماعة الحوثي. وكانت المواجهة العسكرية بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة الحوثي قد توقفت خلال الأسبوع الماضي. ومنذ أكثر من سنتين تشهد مختلف جبهات محافظة مأرب مواجهات عسكرية بشكل مستمر كان أعنفها أواخر العام الماضي حيث شنت جماعة الحوثي مواجهة عسكرية متواصلة بهدف التقدم والسيطرة على مختلف مناطق محافظة مأرب. ولم تحقق الجماعة هدفها بعد أن كانت قد سيطرت على مواقع استراتيجية شرق وجنوب محافظة مأرب. تعالت الأصوات العربية والدولية المطالبة برد حازم على رفض المتمردين الحوثيين المتواصل لجهود السلام وإنهاء الحرب في اليمن. وطالب أحمد أبو الغيظ أمين عام جامعة الدول العربية اليوم الخميس المجتمع الدولي باتخاذ رد حازم على استمرار الميليشيات الحوثية في أعمالها العدوانية ضد السعودية والإمارات ورفضها جميع مبادرات السلام ووقف إطلاق النار. وطالب في بيان الولايات المتحدة الأمريكية بالنظر في إعادة تصنيف ميليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية بعد إصدار مجلس الأمن القرار 2624 بتصنيفها كمنظمة إرهابية. وأكد على أن التوصل إلى حل سياسي يعد السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في اليمن. ووصف المشاورات الرياض بالخطوة الأولى على طريق تحقيق هذا الحل بهدف حقن دماء الأبرياء وإعادة الاستقرار ومنع استغلال اليمن كمنصة لمهاجمة جيرانه. وأدانت الهجمات الإرهابية لميليشيات الحوثي على المملكة العربية السعودية والإمارات ولفت إلى أنها تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بشكل صارخ لاستهدافها المنشآت المدنية.
يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار المشاورات اليمنية في الرياض اليوم الثاني على التوالي وسط غياب تام للمتمردين الحوثيين.